ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة. دلوقتي هنبدأ مع بعض، يعني هنعمل شوربة كده لطيفة وبسيطة، وطبعا الشوربات دي هنبدأ بقى يعني ايه نتألق فيها فترة الشتاء، لأنه هي من الحاجات اللي حقيقي اولا بتبقى في منها شربات مشبعه جدا ومفيده جدا، وزي ما عملت كده وقالت ام جوزيفه انا عايزه استفيد بالكرومب اللي عندي. كرومب من الحاجات الرائعه جدا للحرق ومفيد جدا جدا، وهنتكلم بعدين على شوربه الشربات او انواع الشربات والمشروبات الحارقه اللي بتساعد في الحرق، طبعا بعيدا عن الناس اللي هي ممكن تتعب شويه من الزنجبيل او من القرفه انه بيعلي الضغط عندهم. هنحاول نشوف بدائل ثانيه تبقى مريحه ليهم، مشروبات يعني ايه تنول الاعجاب. هبدا في وصفه ثانيه هي شوربه الكريمه. احنا هنعملها شوربه مش عايزاها تبقى تقيله قوي، يعني انا مش عايزاها تبقى دسمه قوي للدرجه دي، اللي عايز يخليها زي ما هي دسمه اوكي. انا النهارده هخففها بمرق الخضار، هحط معاها للقوام، مش هحط دي ابيض هحط دي شوفان. فخلينا نقول المقادير، عندي صدر دجاجه متقطع مكعبات صغيره، وعندي بصله مفرومه، معلقتين من دقيق الشوفان، عندي كوبايتين من اللبن خالي الدسم، انا بحاول اقنن شويه في المضمون بتاعها عشان اللي عايز يشربها وما يبقاش حاسس بالذنب يبقى براحته. عندي كوبايتين من المرق الخضار، وطبعا اتفقنا مرق الخضار ده ممكن نعمله ازاي وهقوله تاني لحضراتكم. عندي كريمه، انا باخد ربع كوبايه من الكريمه، الكريمه دي يعني حاجه تدي طعم كده خفيف وجميل. معلقتين زيت، ممكن يبقوا زيت زيتون، عندي بصل باودر، عندي زعتر، عندي ملح وفلفل ابيض. طبعا اللي عايز يضيف رشه من جوزة الطيب اختياري، دي حاجه ترجع لحضراتكم. انا هنا مسخنه الحله على النار، هاخد كده معلقتين من الزيت، بسم الله الرحمن الرحيم، وهبدا بقى اشوح فيهم البصلايه، مش عايزه يعني اكتر، هما معلقتين كده حلوين. هاخد البصل بسم الله الرحمن الرحيم ونشوح كده تشويحه حلوه. البصل لما بينزل في الحراره بيمتص الحراره قوي وايه ويبرد البان، وبنفس الوقت ما يخلينيش اخد نسبه دهون كتيره. هاخد رشه ملح بسيطه، ومش هنسى ان انا عندي مرق، فالمرق مملح. طيب انا عندي هنا فلفل ابيض، فاحط من الفلفل الابيض. خلاص، طبعا نكهه الفلفل الابيض مختلفه عن الفلفل الاسود، لكن بينفع لكل الصوصات البيضاء، يفضل يعني اهو. وهاخد معاهم الفراخ كده، هنشوح. انا بصور لايف وانا مع حضراتكم، يعني انا مفتقده جدا الكلام مع اصدقائي، الناس اللي على صفحتي انا بشكرهم، بشكر التواصل بتاعهم، بشكر كلماتهم الراقية، وبشكر دعواتهم اللي من القلب، يعني ببقى نفسي اتواصل معاهم اكتر وقت ممكن بشكل قوي، لكن انا يمكن مش من الشخصيات اللي بتبقى بتكسر قوي من اللايف، لكن بحاول اعمله على قد ما اقدر عشان حابه اتواصل مع حضراتكم. وطبعا بشكر كل متابعيني الكرام اللي بيشوفوني من خلال قناه الاهلي وبيتصلوا بيا وبيتابعوني، بشكرهم شكرا جزيلا. تعالوا بقى نحط كده، انا هزود بس هنا معلقه صغنونه من الزيت بس. هحط بقى هنا رشه زعتر، عايزه طعم كده للفراخ الاول عشان تبقى طعم الفراخ جوه الشوربه حلو. تمام، وبعدين هناخد معلقتين الدقيق الشوفان كده، دول اللي هيدوا شويه قوام حلو للشوربه، اصلا ريحتها روعه. وتعالوا بقى ننزل الاول المرق، بسم الله، مرق الخضار. مرق الخضار ده ممكن نعمله بال جزر والكرفس والكرات، ونحط معاه ورق لورا وحبهان ومستكة، ونسيب الخضار ده يغلي على النار بشكل حلو لحد ما تتكاثف الشوربة، ونبدأ زي ما بيقولوا كده نحس ان عندنا خليط حلو من الخضروات الجميلة. طيب ناخد معانا هنا، هنا من الجيزة، اهلا هالة، اهلا وسهلا. الخط قطع، يا ريت تحاولي تكلمينا تاني حبيبتي. بصوا هاخد شويه كده اللي هما كوبايتين اهو، بس كده خلاص. بصوا بقى كده اللبن احنا حاطينه خلي الدسم، اللي مش عايز يضيف لبن، عايزه اقول لكم اللبن ده فيه نسبه عاليه من الكالسيوم، و عايزه اقول لكم كمان فيه نسبه بوتاسيوم كويسه، وفي فيتامين بي،
عايزه اقول لكم اللبن ده مهم جدا، بس يمكن في ناس يبقى عندها مشاكل مع اللبن. اللي عنده مشاكل مع اللبن يا جماعه ياخد الزبادي، والزبادي عايزه اقول لكم افضل انواع الزبادي بحكم يعني الناس اللي بتدرس نيوتريشن والناس اللي فاهمه، صدقوني الزبادي اليوناني، الزبادي اليوناني او ما يقال عليه يعني اللي هو الكوتج يوغرت ده، كل ما هو قوامه تقيل كل ما تتاكدوا ان البروتين فيه عالي. يعني الواحد بيروح يحضر المحاضرات عشان يستفيد بحاجات الواحد مش فاهمها، يقول لك الزبادي ده اصلا هو معمول من اللبن، وبياخدوه يقتلوا في المصانع، يعني بياخدوه يموتوا البكتيريا اللي موجوده كلها في اللبن خالص على درجه حراره، وبيضيفوا له البروبايوتيك، يعني هو البروبايوتيك مش بينتجه هو بيضاف له، وهي دي اللي بتبقى الايه الخميره النافعه اللي موجوده فيه او البكتيريا النافعه اللي احنا بنستفيد منها. وبعدين بيبداوا بقى ايه تسلم ايديكوا حبايبي. انا طبعا حاطه هنا الزعتر، على فكره لو عندكم مشروم حطوه في مع الفراخ، وادوا له بس عصره ليمون. انا بس حابه ان انا استخدم الليمون هنا الفريش عشان ايه اخد حته كده صغنونه تدي كده ايه عصره الليمون دي بتدي يعني طعم كده وتيست جميل. اوكي هنقلب بقى شويه كده لحد ما تغلي وتاخد الفراخ دي تاخد تسويتها كده بالراحه شويه صغيرين، وبعدين نشوف القوام بتاع المرق. احنا عايزين الشوربه دي تبقى قوامها خفيف ولا عايزينها تبقى وسط ولا زياده شويه، هنشوف بقى على حسب كل واحد بيحب الشوربه بتاعته ازاي. انا بس عشان هي بتبقى من الشوربات الدسمه قوي وعشان فيها نسبه كريمه انا احط عليها معلقتين كريمه بس عشان ايه ما تبقاش دسمه كتير. وانا بقول لسه في اللايف قبل ما اطلع لحضراتكم دلوقتي على الهوا بقول لهم اللي ما بيشربش ميه في الشتاء لازم تشربوا ميه كتير، لازم تشربوا ميه كتير، ميه مهمه حتى للاطفال. كان في دور برد منتشر الفتره اللي فاتت بين الاطفال كتير حبايبي تعبوا فيه جدا جدا، لكن مهم قوي شرب الميه، مهم قوي الفيتامين سي، مهم ندعم بالرمان. الفراوله قربت هتنزل او بدا اشوف منها لكن هتبدا ان شاء الله. البرتقال على فكره الافوكادو من الحاجات الصحيه جدا اللي ممكن ناخدها وتتعمل من العصاير اللي هي مسموح بيها قوي، ونسبه البوتاسيوم فيها اعلى تخيلوا من الموز، على الرغم ان احنا عارفين كلنا ان الموز نسبه البوتاسيوم فيه هي اعلى حاجه، لا هي مش اعلى حاجه كمان، هي الافوكادو فيها مضادات اكسده وفيها مضادات للالتهاب وما بترفعش نسبه السكر في الدم، فهي حاجات مفيده ومن العصائر المفيده ويعد من الفاكهه وليس من الخضار الافوكادو. كمان العصير الليمون، الليمون كويس قوي، فعايزين كمان الليمون نستفيد منه لانه الليمون من الحاجات الحلوه، لكن ما تضيفلوش سكر. ممكن نحط الليمون بميه فواره، ممكن نستخدم معاه النعناع الاخضر، حاولوا تقننوا. النهارده انا هشتغل وصفه لكل اصدقائي اللي طلبوا حاجات بالسكر الدايت. بصوا انا زي حالاتكم بالظبط بدور على انواع سكر جديده، كل ما ينزل منتج في السوق سواء دقيق ولا سكر ولا شاي ولا اي منتج جديد بحب استكشفه. اول ما بستكشفه اعرف ايه هو اللي انا هستفيد منه فيه وهو ضاف لي ايه والفرق بينه وبين المنتجات الاخرى ايه، عشان اقدر اوصل لحضراتكم يعني حاجه مفيده تغنيكم عن التجارب الكتير اللي ممكن تكون بعضها مش ناجح. انا بعتبر ان ده دورنا او ده المفروض، يعني انه لاي حد في الدنيا اخذ او حب الهوبي دي او حب ان هو يعني يتالق فيها انه يجرب كتير قوي. التجربه هي اللي بتخلي الواحد يعرف يجاوب على اكبر كم من الاسئله، لان انا لو ما جربتش مش هعرف، حضرتك لو قلتي لي سبب اقول لك السبب ده بسبب ايه مش هعرف. فانا لازم ابدا، بصوا الطاجن بصوا بقى، بس انا لازم اقلبه بس الناحيه الثانيه، لازم ابقى انا جربت عشان لما حضرتك تساليني عن سبب ابقى انا قادره ارد عليكي واقول لحضرتك ده العيب فيه فين. تمام النهارده انا هستخدم، احنا بينزل معانا طبعا فقرات طبيه متالقه، النهارده هستخدم سكر لسه نازل، في انواع سكر كتير دايت في موجوده واكيد احنا بنتعامل مع اغلبها، وفي منهم نوع معروف قوي من الانديان هيرب او من العشبه الهنديه اللي احنا عارفينه كلنا، بس ده لما بيبقى هي بس يعني العشبه دي بس مفيش معاها اضافات، وتقروا على العلبه لان بيبقى مكتوب، لان موضوع سكر الدايت انا عايزه اقول لكم يعني لما الواحد بيدرس بيفهم بيبدا يعرف حاجات كتير، ويمكن الدراسات ما اكدتش حتى الان ايه الضرر وايه النافع، دايما بين البنين احنا دايما عايزين حاجه قطع، لكن كل اللي اقدر اقول لكم انه يعني ايه
الناس اللي بتبقى عايزه تقنن من كميات السكر، اللي هم بياخدوا كميه سكر كبيره على خلال اليوم وعايزين يحافظوا على صحتهم وعاوزين يعملوا دايت، بياخدوا السكر الدايت كوسيله للتقنين من السكر الابيض علشان يساعدوا نفسهم انهم يبداوا يقننوا ويقللوا من نسبات السكر البيض الابيض اللي هم بيستخدموه في العموم في العادي. تمام، انا بفضل ان انا ممكن اشتغل بيه انا في البيت، ممكن اعمل بيه بصراحه وصفتين في الاسبوع، يعني مش كل حاجتي بتبقى بدي ابيض، مش كل حاجتي بتبقى بسكر عادي، بستخدم الحقيقه البني وبستخدم العسل وبستخدم السكر الدايت وبنوع وبعرف، لانه لازم اعرف ده طعمه ايه لما دخل. اهم حاجه اختاروا السكر اللي يناسبكم، اللي يريحكم، اللي طعمه مبقاش فيه الاجزاء او الطعم اللي فيه الصدى اللي ساعات بيضايق بعض الناس، وهو ده النوعيه اللي بتبقى كويسه علشان يعني ايه ما يتغيرش الطعم ويكون بيدخل على الساخن، يعني نقدر ندخله ويتعرض لدرجات حراره عاليه وما يتغيرش طعم. بنقنن منه بنحاول، لكن ما تكتروش، يعني كل شيء ان زاد عن حده بينقلب الى ضد، فاحنا خلينا ايه نساعد نفسنا بحاجه جميله. انا النهارده هستخدم سكر سيسل، قعدوا يقولوا لي سيسل سيسل، انا جربته انا عن نفسي، بس انا بقى النهارده عايزه اجربه في القناه علشان الكرو اللي معايا والناس اللي معايا تدوق وتقول ايه رايها، لان ده بالنسبه لي مهم جدا، فكره انه مش رايي لوحدي وراي الناس هتقول ايه، الناس اكيد هنطلع بحاجه مختلفه. هنشوف بقى فعلا، وانا ان شاء الله واثقه انه من ضمن الانواع اللي هتضيفوها او تحاولوا انكم تجربوها باذن الله. طيب انا هنا هسيب الشوربه شويه وناخد التليفون اللي معانا. مدام سمير اهلا وسهلا حبيبتي. مدام سميرة ازاي حضرتك؟ الصوت بعيد قوي. تسلم يا تسلم ايدك يا حبيبتي على المعلومات الجميلة. ايوه حبيبتي تسلم يا مدام سميرة، ما تحرمش من حضرتك. تسلم ايدك على المعلومات الحلوة اللي انت بتديها لنا دي. فعلا الافوكادو احنا ممكن ناكله كده. ايوه او نشربه يعني من العصائر المسموحة. تعرفي يا مدام سميرة ممكن اقول لك حاجة؟ ايوه حبيبي، ان دايما يقولك لو عايزه تستفيدي من الفاكهه كلي الفاكهه كامله، لان الفاكهه فيها نسبه سكر، فيها يعني لاكتوز، وفيها سوري فركتوز، وفيها الياف، فالالياف دي بتقنن من نسبه السكر اللي داخله الجسم. بالظبط، فاحنا لازم نستفيد بالفاكهه كثمر الوحيده اللي ممكن ناخدها عصير ومفيده هي الافوكادو، عصير او اكل يعني، والليمون حتى في الاكل جميله. حتى في الاكل دي حقيقه، حتى في الاكل حلوه قوي دي حقيقه. لا اكلها لان انا اكلتها فعلا. عايزه اقول لك كمان الدقيق اللوز عملناه بسكوت بليانتون. الله، كان يجنن. طبعا حلو قوي. طبعا هو بس يمكن مكلف بره، بس حضرتك اعمليه في البيت اوفر. هو مكلف فعلا. ايوه بالظبط. دي بس ما يمنعش بالنسبه للسكر انا بستعمل العسل النحل. العسل جميل، بس برضو انا دايما مع تجديد مصادر السكر وتغييرها وتقنينها يعني وتقليلها، ان احنا ما ناخدهاش بكميات كبيره. يعني هو عموما السكر بكل انواعه، عشان في ناس، بس مش بشكرك طبعا مدام سميره، في ناس تقول لك ايه الفركتوز ده، ما احنا بناخد سكر طبيعي من الفاكهه. لا يا جماعه، ما هي الفاكهه احنا في الاخر بنتغاضى عن السكر الابيض، عشان احنا لو شربناها عصير احنا هنتغاضى عن الالياف، فاحنا مش هنستفيد منها، فاحنا بناخد كميه فركتوز هي زيها اللي في السكر الابيض، يبقى احنا عملنا ايه وما خدناش الفايده منها من الثمره نفسها. وبعدين مش بتشبع، فعلا بتجوع. يعني احنا لو هنحسب كوبايه البرتقال اللي هنشربها دي هنحط فيها كام برتقانه؟ اربع برتقانات، خمس برتقانات. طب احنا لو كنا برتقانه واحده بس كامله هنشبع، يعني البرتقانه هتبقى كافيه. وفي الاخر يقول لك ايه الكبد اول حاجه بت 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 بتاخد التشوك دي، العصير ده انا بروح مدياله نسبه سكر عاليه جدا. يعني بيسموها حاجه، يعني بيقولوا عليها ايه، تسونامي افكت. ايه ده، انت اديته جرعه قويه جدا فجاه. فاحنا بنحاول ان الفاكهه نستفيد منها قد ما نقدر. دراسات يعني انا بقرا كتير وبشوف كمان فيديوز لحد من الناس، ما اعرفش يمكن حضراتكم ممكن تحبوا تشوفوا له فيديوز، اسمه دكتور بيرج. دكتور بيرج ده بيعمل فيديوز حلوه قوي بتبقى مترجمه، يعني اللي حابب يشوف ويسمع. يقول لك ايه السكر اللي موجود في عصير الفاكهه اللي احنا بنعمله، اللي بناخده في المياه الغازيه او في الصودا او في الحاجات دي، بيبقى تخيلوا اخف ضرر منه في اللي داخل جسمنا.
فالحقيقه انا يعني عايزه حضراتكم برضو الناس اللي بتبقى حابه قوي الجزئيه دي وبتحب تشوف في دكاتره كتير تغذيه، ناس محترمه جدا كانت بتدرس لنا وبتدرس في كليه الشرطه وبتدرس في اماكن محترمه، بتقول لنا شوفوا لكذا وشوفوا لفلان. الحقيقة دي حاجة جميلة جدا، الواحد يبقى مطلع يشوف دايما الدراسات الجديدة ايه، يشوف دايما احدث حاجة قالت عليها منظمة الصحة العالمية ايه، يعني نبقى كده ملمين بالجديد ونبقى عارفين ايه الصح. تعالوا ناخد هدير. يا هدير اهلا. اهلا. ايوه اهلا وسهلا بيك يا حبيبتي. ازيك يا فاطمة؟ اهلا بيك يا روح قلبي. أنا أول مرة أدخل على مكالمة على الهوا كده مع حضرتك. والله ده شرف ليا يا حبيبة قلبي، من حسن حظي بقى. اتفضلي يا روحي، سامعاكي. هدير. حبيبتي ربنا يخليكي يا رب يا شفا عظيمة. تسلمي. أنا بس كنت عايزة أسأل على طريقة المارشميلو. آه ده جميل. أوكي. حاضر. هو قريب قوي من طريقة القشطة اللي عملناها في رمضان، عارفة القشطة الفلافي دي بيبقى فيها نسبة جيلاتين بس. هي فكره ضرب الجيلاتين. نعمل لك حلقه من عينيا الاثنين يا هزير للمارشميلو، ونعمله لك ملون كمان، هو في البيت طبعا بيبقى جميل بس لابد من استخدام الجيلاتين. طيب تعالوا بقى نطلع كده اللي في الفرن، انا شايفه ان الوضع رائع. بصوا كده هنحطها بس اخر مرحله واحنا بنصب. بصوا كده، يا نهار ابيض جميله. واحلى حاجه بقى لما تسيبوها بصوا مش مستويه مهريه، ده احنا هنطلعها وبعدين هنغطيها شويه وبعدين هنسيبها تهدى، ولما هتهدى هتلاقوا كملت سواها وبقت مظبوطة جدا. حلو الكلام؟ كلام جميل. طيب أنا وعدك نعمل حلقة مارشميلو يا هدير. حاضر. فضلوا حبايبي فضلوا. طيب ما تخافوش أنا ما كنتش هعمل حاجة. بسم الله أهي. اتفضل يا أستاذ فضل. بصوا بقى، بصوا المرق أنا شايفاه جميل أهو، شايفين؟ شايفين هي مدية كأنها فيها كريمة كتير. بصوا ما شاء الله، ما بتاخدش وقت لأن الأوراك أو الشيش طاووق ده لحم بس ما فيهوش عظم، فهي ما بتاخدش وقت خالص. وإن شاء الله تستمتعوا بيها بإذن الله وصحة وهنا على قلب حضراتكم. شوية بقى رز جاسمين رايز، عايزين تاكلوها جنبها عيش مثلا بني أو عيش بلدي، ماشي يعني اللي يريح حضراتكم. شوية شوربة أهي جميلة، هنحط بقى عليها الليمون. والله بصوا الشوربة طعمها يجنن. خليني ادوق بس كده مع حضراتكم عشان رانيا عايزه تدوق منها، فانا مش عايزه اديها لها وحشه ولا حاجه تقعد تقول لي عملتي حاجه وحشه. بسم الله. شوفوا بقى هي طعمها مظبوط. اول ما هزود الليمون عوضوا دايما الملح اللي هو باقي له تركه بالليمون، الليمون دايما يغني عن الملح ومفيد. طيب انا هبدا بقى اصب الشوربه وناخد حبيبه قلبي ام اسلام. حبيبتي صباح الفل يا روح قلبي. صباح الهنا يا حبيبه قلبي، عامله ايه؟ الحمد لله رب العالمين. وحشاني والله، مش قادره اقول لك قد ايه. انت اكتر بكتير. ربنا يبارك لك يا حبيبتي ويحسن ما بين ايدك يا رب. امين يا نور عينيا. يا رب يحبب فيكي خلقه كمان وكمان يا حبيبه قلبي. يا حبيبه قلبي تسلميلي، دعوه ماما ربنا يديك الصحه وطول العمر يا رب. ربنا يخليك يا حبيبتي ودايما منوره الدنيا كلها. الله يسعد قلبك حبيبتي ويخليكوا لي يا رب. ربنا يخليكي، انا كمان عايزه ادوق برضه. بس كده ده انا ابقى جايه حالا، اول ما اخلص الحلقه واللي بعد الحلقه هاجي على طول. حبيبه قلبي بالهنا والشفا والله، كل حاجه منك حلوه قوي والله. حبيبتي ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. ربنا يخليكي يا حبيبه قلبي. وعايزه اقول لك فعلا الدكتور لسه قايل لي امبارح على موضوع الضغط ده. أيوة. انه الليمون فعلا بيتعوض الملح. أيوة. يعني بلاش تحطي ملح. أيوة. وعوضيه بالليمون. ايوه صح، انا بعمل كده حتى في السلطه، حتى في الخضار، اي حاجه اي حاجه. ما تحاولوا ان احنا نقلله على قد ما نقدر برضو. بالظبط كده. ما هو زي السكر، واستغلوا في امكانيه يعني اذا في امكانيه. صح كده. بقول لك معلوماتك كلها جميله، ربنا يسعدك يا قلبي. ربنا يخليكي ليا. ربنا يخليكي حبيبتي وسلامي كل كرو البرنامج. يوصل يا روح قلبي، نورتينا وشرفتينا. شكرا يا حفظ الله يا حبيبه قلبي. بصوا بقى انا احط الكريمه، بصوا عشان انا بتحال على الموضوع اصلا. عمي مش هتحطي الكريمه، انا هسيب رانيا تزود اللي هي عايزاه عشان انا ضميري مش هيسمع. بصوا بقى كده، والله ما محتاجه، بقول له احلف لكم بالله. ماشي، هما بيقولوا لي مش احنا المفروض يا شيف نحط الكريمه؟ طب والله العظيم انا دقتها ما محتاجه كريمه. ايه رايكم بقى؟ يعني هي حتى من غير الكريمه روعه. انا بقى حطيت كده واللي عايز يزود يزود. بصوا بقى، وعصره الليمون اهي اهي، وبقى بالهنا والشفا بجد، لان
الشوربه دي جميله حقيقي بجد والله مش بقول كده، لكن طعمها حلو ويعني ايه مش من الحاجات الدسمه اللي تتعبنا، عشان في ناس ممكن تتعب قوي من الشوربه دي. خليني هنا ايه احط كده شريحه من الليمون، ممكن هنا شريحه تانيه كده، انا لو اعرف بس ميشو بيكلم مين. ها تقولوا لي ميشو بيكلم مين، بس احط لكم واحده كمان. حاضر يا حبايب قلبي هنقدمها حالا. عيوني ودي للي حابب يزود اهو. تعالوا بقى نروح نقدم الايه الشوربه الجميله دي، نحطها هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهناخد انا بس هحتاج ان انا اجيب طبق، فاسمحوا لي ايه اجيب طبق من هنا احطه تحت البايركس عشان بسم الله يلا بينا وناخد كده. يعني عايزه اقول لكم كمان ان الزبادي خلي الدسم طلع في الباي باي، مش مفيد، مش مفيد خالص، يعني لا استفدنا منه بروتين ولا استفدنا منه اي حاجه. فهو الزبادي اليوناني اللي جميل. بسم الله خدها كده. بسم الله ايوه بسم الله. ودلوقتي بقى نستسمح حضراتكم، هنطلع لاستراحة ونرجع بعد الاستراحة نعمل صنف كيك لطيف قوي فيه كده الوانات حلوه تشد الاولاد ومش عايزين نكتر فيه السكر. تعالوا نستخدم السكر الدايت فاس ونشوف لو هنعمل كيك هناخد معيار قد ايه من السكر السيسل اللي معانا، واللي عنده اي نوع سكر بيحبه او بيفضله يجربه ونشوف كده هيطلع اخبارها ايه ونشوف اراء الناس ايه. انا مع حضراتكم ان شاء الله بعد الاستراحه، في انتظاركم.